مشاهدينا الآن نقوم بفتح ملف الفيلم الوثائقي سوداننا الحبيب، وتنضم إلينا في الاستوديو مخرجة هذا الفيلم الوثائقي تغريد السنهوري. تغريد صباح الخير. صباح الخير يا تغريد. أهلا مرحبا. بداية نحكي عن الفترة الزمنية أو الحقبة الزمنية الخاصة بهذا التاريخ للتاريخ السياسي للسودان. هو الفيلم يعني بيبتدي برفع العلم بعد استغلال السودان من بريطانيا في 1956. دي بداية الفيلم، وبنتهي برفع العلم للدولة الجديدة، الدولة الجنوبية الجديدة، في 9 يوليو 2011. قد إيش أخذ منك الفيلم شغل؟ يعني في كمية مقابلات وقصص، يعني الفيلم غني، قد إيش أخذ منك استعداد وشغل؟ سنتين أنا بشتغل في الفيلم، يعني أيوة. لي سنتين بشتغل فيه. طيب السنتين هذه كان كنت كلها بالسودان؟ كنت في السودان. أيوة كل الوقت. نعم. تغريد، اخترتي اللغة الإنجليزية لأنك أنت تخاطب فيها الجمهور من خلال هذا الفيلم، ليش؟ هو أنا يعني هو الفيلم فيه عربي وإنجليزي، ويمكن لأنه أنا كمان يعني بمزج بين اللغتين في حياتي اليومية، وكمان حسيت إنه بعض الشخصيات زي الترابي الصادق المهدي دي الشخصيات بتتقن اللغة الإنجليزية، فأنا حبيت إنه يخاطبوا العالم باللغة اللي هي لغة عالمية. يعني أنا فكرت كثير في موضوع اللغة وفي موضوع اللقاءات، هل أعملهم بالعربي أو الإنجليزي؟ في النهاية قلت السينما هي لغة عالمية، نحن بنخاطب مش بس أنفسنا بس العالم كله بالفن ده، فحبيت إن هم طالما بتقنوا اللغة يخاطبوا العالم بها. يعني طيب تغريد، يعني الفيلم يعني القصة سياسية، طبعا أنت أخذها من نواحي اجتماعية كمان، بس هي القصة بالأساس المبدأ سياسي عن الانقسام، ورغم كده وأنت عاملة كتير مقابلات مع كتير شخصيات سياسية، رغم كده في شخصية مميزة جدا ومختلفة جدا عن كل الباقيين اللي هي الفنان محمد وردي، جايبته بيعلق عن الموضوع، ليش هذا الاختيار؟ هو طبعا الفنان محمد وردي فنان جدا مشهور على المستوى السوداني والإفريقي يمكن، وهو يعني إنسان كمان كان مناضل، يعني عنده أدوار كبيرة في تاريخ السودان، عنده مواقف في تاريخ السودان، هو غنى في يوم الاستغلال في 56، فيعني وهو بالنسبة لي في الفيلم بيعبر عن إنه كيف الفنان بيآمن بقضيته وبيآمن بإنه ممكن الفن يغير العالم. يعني هو أستاذ وردي فعلا كان عنده قناعة إنه يقدر يغير مصير السودان بالفن بتاعه. إيش عمل؟ إيش كانت محاولته؟ هو حب إنه يروح للجنوب الأيام القبل الانقسام ويغني للجنوبيين، لأنه هو أغانيه جدا بحبوها أهل الجنوب، وهو افتكر إنه يمكن يقدر يغير في رأيهم. كيف كان تأثير الانقسام عليه؟ حزن كثير حزن، وحتى قال لي ما أقدر أتحمل أكون في السودان أيام التصويت، فحتى سافر مشى قطر لغاية ما التصويت انتهى وبعدين تاني جا راجع السودان. طيب تغريد، في مجموعة من السياسيين أيضا تكلموا أو تحدثت عنهم في هذا الفيلم الوثائقي، شو الصورة لهذا الفيلم عرضها عن جون غارينغ؟ هو يعني جون غارينغ بطل، كان بطل سوداني. هو يمكن إحنا في السودان يمكن بنعاني من عدم الأبطال، التوحدنا أو تكون كلنا نكون متفقين عليها، فأنا بشوف إنه جون غارينغ إنه كان شخصية كل السودانيين في لحظة من اللحظات اتفقوا على إنه ده شخصية ممكن توحدهم كسودانيين. طيب عندك مشهد في الفيلم كل اللي حضروا اتأثروا فيه جدا، اللي هو رمستي فيه للسودان بالذبيحة،
تحكي لنا عن هذا المشهد. هو أنا في خلال السنتين اللي بعمل في الفيلم كنت ببحث عن طريقة إنه أعبر فيها عن رهبة اللحظة. كلنا كنا منتظرين اللحظة اللي حيكون فيها الانفصال. في ناس ما قادرين يصدقوها إنه مستحيل السودان ينقسم. فأنا حبيت إنه أعبر عن اللحظة اللي هي كانت لحظة منتظرينها بخوف وبرهبة. فحبيت وكمان إنه يعني فحبيت أعبر عنها بشيء عنيف. أيوة. وما عارفة من وين جاتني. يمكن جاتني الفكرة. أنا دائما ما بحب الذبيحة، يعني حتى في العيد بكون عايزة أتخبى في منظر بعيدة لغاية ما الخروف يكون جاهز للأكل. فحسيت إنه الحاجة دي حتقدر تعبر عن الرهبة وعن الرهبة ويعني رهبة الموقف وكبر الموقف وعنفه. قلتي لنا كمان شيء قبل الهوا، قلتي لنا انك وقفتي تاكلي بعدها لحم الفترة. والله لفترة طويلة حسي بديت ارجع تاني، لكن لفترة يمكن 6 شهور ما قدرت اكل لحم نهائي. طيب. بعد المشهد ده تغريد حكيتي هلا عن الذبيحة والترميز، حضرتي انت يمكن عرض الافتتاح الاول بالتاكيد لفيلمك الوثائقي، كيف كان الانطباع عند اللي حضروا؟ هل وصلوا هذا الترميز؟ أنا حسيت إنه يعني بالذات اللحظة بتاعت الذبيحة دي في ناس كثيرة يعني احتجت حتى عليها. ليه عملتيها بكل كل فزاعتها، كله ليه ما خبيتي مننا جزء منها؟ مشهد الدم مؤلم يعني. بس أنا حبيت إنه هي اللحظة دي يعني ترمز، وبالذات لأنه البقرة حيوان كبير ضخم يعني، وكمان حيوان رمزي في ثقافات كثيرة يعني. أنت عندك كمان في الفيلم كانت في شخصية أميرة اللي هي رمزتي فيها زي الضياع بين الشمال والجنوب، بين الناس اللي هم عندهم روابط بين الاثنين. تعتقدي أنه هذه الانفصال رح يكون مادة دسمة للأفلام الجاية؟ أنا بقول أكيد أكيد، لأنه هو الفن نوع من نوع من البحث عن الوجدان، عن الهوية يعني. فأنا بقول إنه دي بداية غنية جدا لنا في السودان إنه نفهم بعض، نفهم أنفسنا من خلال الربكة الكبيرة اللي حصلت في تاريخنا في حياتنا. فأنا بقول أكيد أكيد حتكون في أعمال كثيرة فنية نتيجة الحاجة دي. طيب. تغريد في مشاركة كبيرة للأفلام الوثائقية عم تتنافس على الجائزة، شو بتحسي نصيبك أو حظوظك بالحصول على جائزة المهر العربي؟ أنا مبسوطة جدا إني لقيت الفرصة أشارك، مبسوطة جدا إنه أول عرض في العالم للفيلم يكون عرض عربي، يعني لأنه أنا بحس إنه أنا عايزة أخاطب إحنا في الأول وبعد ذاك العالم. فأنا مبسوطة جدا بكل الأشياء دي، وفوجئت بالقبول. يعني أنا عندي أشياء بنتقدها في الفيلم بيني وبين نفسي، أشياء تقنية يعني ما مبسوطة منها كثير، ما لقيت فرصة. فيعني مبسوطة إنه كيف كانت ردود فعل الجمهور هنا في العرض؟ والله يعني أنا كثير كثير ناس عجبهم الفيلم، تفاعلوا معاه، قالوا لي ما حسوا بالتسعين دقيقة يعني. أيوه. ما حسوا إنه مملوا خلال التسعين دقيقة بتاعت الفيلم. فأنا مبسوطة جدا إنه يعني، وكمان يعني حسيت إنه كان فيلم أخذ موقف نقدي لكن ما موقف مزعج لأي جهة أو تانية يعني. تتوقع تفوزي؟ والله طبعا أي إنسان بيتمنى إنه يفوز، لكن أيه. أنا يعني أتمنى إنه أقدر أواصل في عملي وفي إنه أعمل أفلام جديدة وكذا إن شاء الله. موفق يا تغريد. إحنا بنتمنى لك التوفيق، وخصوصا بصفتك كمان قلتي لي قبل الهواء أنك زميلة سابقة كنتي في MBC أيام لندن، فإحنا بنتمنى لك التوفيق، وفعلا الفيلم رائع وبنشجع كل الناس أنه يروحوا يشوفوا. كانت معنا في الاستوديو مخرجة الفيلم الوثائقي سوداننا الحبيب تغريد السنهوري.